سيدنا علي بن ابي طالب. اقول لك حاجه تخلي ربنا تخليك قصدي ربنا يدافع عنك، اترك الانتصار لنفسك. وهم قالوا كده العلماء، قالوا ان الصالحين ما بينتصروش لنفسهم. تقول السيده عائشه كما في الصحيحين: ما ضرب رسول الله شيئا بيده قط الا ان تنتهك حرمات الله. ساعتها يحارب عشان ربنا، لك لنفسه يتشد من نيات اللبس بتاعه صلى الله عليه وسلم، يرموا عليه التراب، يضربوه بالطوب، وهو بيقول: يا رب اغفر لقومي فانهم لا يعلمون. ما ينتصرش لنفسه، اترك الانتصار لنفسك وشوف الله كما قال هو: ان الله يدافع عن الذين امنوا. خليك بينك وبين ربنا كده مفوض الامر لربنا، قول له: يا رب انا معاك وانت يا رب تتولاني. ده بينك وبين ربنا، ساعتها ربنا يتولاك لما يشوفك على بابه. لكن تقول: انا هتصرف، انا خايف من ربنا ما يساعدنيش، وربنا شايف الكلام ده في قلبك. ربنا بيقول: من عاد لي وليا فتولى ربنا عشان يدافع عنك ضد الناس اللي بيؤذوك، ويدافع عنك ضد الدنيا اللي بتاخد قلبك. لان من غيرة ربنا على قلب اللي بيحبه، لو الدنيا خطفتك ممكن ربنا ياخد منك حتة من الدنيا عشان يرجع لك قلبه تاني ويرجع قريب من ربنا. فحتى لو اتخذت منك حاجة قول: ده ربنا بيتولاني، بيخطف مني الدنيا اللي شغلتني عنه. حاجة تانية مع الناس، قلنا مع الله قول: يا رب انا ماليش غيرك في كل حاجة، واثق في كل اختياراتك. مع الناس اوعى تأذي حد، اوعى تتريق على حد، اطلع من البيت كده شايف كل الناس احسن مننا. لحسن نأذي حد ولا نتريق على حد فربنا يطردنا من القرب منه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لأن الإمام الطحاوي أشهر علماء المسلمين يقول: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن. عايزين نحب الناس ونخدمهم، فلما نخدمهم ربنا يرضى عنا، ربنا يدافع عنا ويرضى عنا ويتولى أمرنا. ومن عاد لي وليا كنز، اوعى تفقده كنز، إن الله بيتولانا. فثق في اختياره ليك.